السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير جميعا. اليوم نبي نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، وهو الفعل، القيام بالفعل. الكثير من الناس يتأمل عادة قبل كل شيء ويجلس مع نفسه ويقول أريد أن أفعل هذا وأن أفعل ذلك، ونحاول أن نحقق حلم مشروع ما، نحاول أن أكمل الدراسة، أحاول أن أكون لاعب كرة محترف، ولكن دائما يتأمل ودائما تراوده أفكار هنا، ولكن قليل القليل جدا 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 منا من يقوم بذلك الفعل، أي يفكر بفكرة هنا ويحاول أن يستنتج الأشياء التي يجب أن يفعلها من أجل أن تخرج هذه الفكرة من هنا إلى أرض الواقع. وهذا أمر مهم جدا، يجب عليك أن تقوم بصقل هذه المهارة، لأنها مهارة مهمة وتحتاج إليها في عملك، في حياتك المهنية الاجتماعية، مع أسرتك. دائما يجب أن تتوفر هذه القدرة على القيام بالأشياء، وحتى وإن كانت هذا الشيء الذي تقوم به ليس بالكامل، فأحيانا قد تكون لديك فكرة لأن تصنع مربعا، يعني تبدأ هذه الفكرة وتبدأ في تصنيع المربع، وينتج عن ذلك هذه الفكرة أن يكون ما صنعت هو عبارة عن كرة وليس مربع. ولكن موضوع أنك أنت يعني اجتهدت وفعلت ما تريد. نسأل الله أن يوفقكم، نسأل الله أن ييسر لك أمركم، ونجعلكم ممن يفكرون ويقومون ويفعلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.